العادة بقى الشوارع في غريبة مفيش مواطنين خالص، ايه السبب في ذلك؟ في غلاء الاسعار، الاسعار بقت عالية جدا والناس ما بقتش معاها فلوس تشتري. القميص بقى 200 و300، الناس هتنزل تعمل ايه؟ موجود في البلد كلها عندنا. ايه الحل؟ الحل ده لا يعلمه الا الله. طب هل الاسعار عندكم غاليه عشان كده مفيش مواطنين؟ الاسعار غاليه والناس ليه التجار ما رخصوش الاسعار عشان المواطنين يرجعوا يشتروا تاني؟ هو التجار هترخص ازاي اذا كانت الاسعار كلها قلت على البلد كلها؟ يعني هم قلت عليهم ازاي بقى؟ كانت الوضع متغير خالص بسبب غلو الاسعار. لان بقى المواطن المصري عامه بقى فيه اولويات في كل حاجه، يعني دلوقتي الاولويه اكتر مش في اللبس طبعا بعد غلو الاسعار، بقى في حاجات اكتر. مفيش زي الاول، الاسعار بقت مولعه نار، مفيش حد بيشتري حتى. الدنيا بقت وحشه جدا. العتبه زي الاول ولا؟ في الزحمه زي الاول خالص. ولو في زحمه في اعصاب الدنيا اسعار زحمه، فبنروح دلوقتي مش زي الاول طبعا. الاسعار غليت والناس ما بقتش زي الاول طبعا. هتقول لك بدل ما انا اروح اجيب لبس، لا نجيب حاجات في البيت نقضي مصاريفنا بس. هل في كان في بال قبل العيد في رمضان مثلا؟ في رمضان بس مش زي كل سنه؟ زي كل سنه. ركود في السنه. والاسعار عاليه. بصراحة بيشتكي من الأسعار عالية، وزي ما أنت شايف الجو غادي من بعد العيد على طول.